واحدة بتقول هنا سؤال من مشاهدي سات سبع. أنا فتاة جامعية مرتبطة عاطفيا بشاب من الكنيسة وأشعر بالارتياح في الطباع والحديث معه. مشكلتي هي أن سلوك هذا الشاب قبل معرفتي به كانت غير جيدة، حيث وجود أب اعتراف وعدم التواجد المستمر في الكنيسة والسهر كثيرا ليلا. ولكن بعد معرفتي به بدأت نعمة المسيح تصلحه، بدأ في أخذ أب اعتراف له والتواجد في الكنيسة وحضور القداسات والإخلاء عن السهر. ولكن في إحدى الجلسات مع أب اعترافي لاحظت أنه لا يحب هذا الشخص، فأنا لا أعرف كيف أحكي لأب اعترافي وغيره من الذين ينظرون لهذا الشاب بنظرة الحياة القديمة. افرضي كان اتصلح على يديك، ما دي بركة يعني. ده لما يتصلح على ايديك يتصلح اكتر لما خاتم منك يتحط في صوابعه، يعني الحكاية هتمشي بدور كويس. هل احنا الانسان مهما تاب نفتكر له القديم وما نفتكرلوش التوبة؟ صدقوني لو مشيتوا بهذا الاسلوب كان واحد زي يونان لو وقع في ايديكم كان هلك، ده هرب من ربنا وخد سفينه ودفع لها اجره، يعني دفع ثمن الخطيه واغتاظ من خلاص انفس الناس، يعني كان ما ينفعش ابدا. اذا كان تاب ومشي كويس اذكروا حياته الجديده وتسيبوا حياته القديمه، وإلا ينطبق عليه قول داود: أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأنه رحمة الله وسعه.